لو انت وزنك زاد الفترة اللي فاتت وبطنك بقت طالعة لقدام كده، فانت عايز تداريها في نفس الوقت مع الوزن التقيل ده. عندك صداع هنا ووجع في الرقبة كمان. على فكرة الاتنين ليهم علاقة ببعض. ازاي؟ لو انت تخنت الفترة دي وفبطنك عاملة كده اهو، فانت عايز تداريها. عارف بتعمل ايه؟ بتروح شافط لورا وروح مطلع كتفك لقدام، بحيث ان التيشيرت يبقى طاير قدام البطن كده، بحيث انك ما تحسش ان انت مكرش. فبتعمل الحركه دي، فما بتيجي تعمل الحركه دي كده اهو، دلوقتي كله موطي لقدام. عايز تبص قدامك، هتبص قدامك تعمل ايه؟ تروح عامل كده. لكن لو عملت كده كرشك هيبان، انت مش عايزه يبان. انت تروح عامل كده اهو، تروح عامل كده اهو. فده عمل ضغط كبير جدا على الاعصاب اللي بتغذي جلد الدماغ، زي الصوره دي كده. فانت بتضغط عن هنا بتاع الاعصاب دي، واللي بتغذي جلد الدماغ هنا خلالك عندك صداع ووجع، ووجع ورا عينك الصوره دي كده، عشان بسبب ان انت كل ده مكسوف من بطنك. اقول لك بقى ازاي تصلح الموضوع ده. اولا طبعا اخسر الوزن، ثانيا هتجيب فوطه زي كده وتروح لففها وحاططها وراك كده، تعمل كده كده، كأنك بتفلطح قفاك، تفتح قفاك كويس قوي، بحيث تفتح الحته دي اللي هي مخنوقه من كتب. انت عامل كده، اعملها 3 مرات الصبح، 3 مرات بالليل، كل مرة 10 عدات، هتبقى احسن بكتير.